ما زلنا مع منصوبات الأسماء، فقد كنا أخذنا فيها خبر كان واسم إن والمفعول به، أظن كده بس صح. أخذنا ثلاثة من المفاعيل، اسم إن وخبر كان والمفعول به، وبقي معنا من المفاعيل أربعة، وذلك لأن المفاعيل خمسة: المفعول به، والمفعول معه، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول المطلق. فهي خمسة مفاعيل. المفعول به يعني هو من أشهرها، والمفعول فيه اللي هو الظرف، ظرف الزمان وظرف المكان، والمفعول معه هو الذي يأتي بعد واو بمعنى معه، والمفعول له هو المفعول لأجله الذي يأتي علة للفعل، والمفعول المطلق هو الذي يجرد عن التقييد بحرف من الأحرف السابقة، لا يكون مقيدا بالباء مفعول به، ولا بمع مفعول معه، ولا في مفعول فيه، ولا له اللام، يكون مطلقا عن التقييد بشيء مما مضى، ويكون والأصل فيه أن يكون مصدرا، أن يأتي مصدر الفعل المذكور أو ما يقوم مقامه، أن يأتي المصدر فيؤكد هذا الفعل، وقد يقوم غيره مقامه. وسيأتي هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى من خلال الأمثلة. سنبدأ إن شاء الله بالمفعول المطلق، ثم ندخل في بقية المفاعيل، ولعلنا إن شاء الله ننهيها اليوم، وذلك لأن الشيخ بدأ يميل للاختصار، لأنه لو سار على نفس الطريقة من أول الكتاب إلى آخره لطال الكتاب جدا، فهو هنا يسلك يعني طريق الاختصار حتى ينهي هذه المفاعيل الخمسة. نبدأ إن شاء الله تعالى بالمفعول المطلق، ثم نثني ببقية المفاعيل. تفضل. مفعول مطلق. ثلاثة وثمانين. ثلاثة وثمانين. نعم. لا، ممكن من الأول خالص، من أول الموضوع، من أول مفعول مطلق. ورتل القرآن ترتيلا. هو احنا يعني ننظر في الأسئلة أو في الصور، والحل ننظر فيه حينما نحتاج إليه، لكن طالما ما فيش احتياج إليه خلاص احنا حضرتك اللي تقوم بالحل. ورتل ده فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. القرآن، القرآن مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة والظاهرة. ترتيلا، ترتيلا مفعول مطلق، رتل ترتيلا، وهذا مفعول مطلق مؤكد لعامله. وسيأتي معنا أن المفعول المطلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مؤكد لعامله يعني رتل ترتيلا، وكلم الله موسى تكليما، قمت قياما إلى آخره، مجرد أننا آتي بالمصدر، وقد يكون مبينا للنوع، وذلك إذا وصف هذا المصدر بوصف أو قيد بقيد يبين النوع، يعني قمت قياما مثلا طويلا، قعدت يعني قعودا مثلا متمكنا مثلا، فهذا يبين النوع. والنوع الثالث
اللي هو المبين للعدد، أقول قمت مرتين ثلاث مرار، ومنه في القرآن فجلدوهم 80 جلدة. فهذه الأنواع الثلاثة، مؤكد لعامله، مبين للنوع، مبين للعدد. يبقى النوع اللي معانا ورتل القرآن ترتيلا، مؤكد لعامله. اللي بعده كذبوا بآياتنا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فأخذناهم، أخذ فعل ماض، نا فاعل، هم لا لا أخذ فعل ماض، نا فاعل، هم مفعول به بس كده. يبقى أخذناهم جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول، تمام. لكن هم إحنا لن نتكلم عنه، ليه؟ لأنه مبني، وإحنا شغلنا في إيه؟ في المعرب، شغلنا في المعرب من الأسماء. طيب إحنا معانا أخذناهم فعل وفاعل ومفعول، أخذ ده مفعول مطلق، هذا المصدر، عزيز مضاف إليه، مقتدر يعني أخذ عزيز مقتدر، هذا كأنه نعت. طيب ده نوع إيه؟ أي نوع من أنواع المفعول المطلق؟ ده مبين للنوع، يبين نوع هذا الأخذ وصفة هذا الأخذ، أخذ عزيز مقتدر. يبقى ده النوع الثاني من أنواع المفعول المطلق. طيب اللي بعده، جزاك الله خير. وجاهدوا في الله حق جهاده. جاهدوا فعل فاعل، جاهد فعل ماض والواو فاعل، واو الجماعة، في الله جر مجرور، حق مفعول مطلق، يبقى هو مفعول مطلق، ماشي. مبين، طيب يعني هنشوف النوع دلوقتي. حق مفعول مطلق، جهاد مضاف إليه، يبقى حق مضاف وجهاد مضاف إليه، والهاء أيضا مضاف إليه. طيب الشيخ عايز يقول إيه من خلال هذا الشاهد؟ عايز يقول إن جاهدوا جهادا، ده المصدر. طيب هنا إيه اللي حصل؟ حق دنعت لهذا المصدر، يعني أصل الكلام وجاهدوا في الله جهادا حقا، إيه اللي حصل؟ نعت هذا المصدر، تقدم وقام مقامه وأخذ إعرابه، وأعرب الجهاد مضافا، أعرب مضافا إليه. يبقى عايز يقول أن المصدر قد ينوب أو قد تنوب صفته عنه فتعرب إعرابه، واضح هذا الكلام؟ قد ينوب أو يقوم مقام المصدر صفته فتنتصب على أنها مفعول مطلق، هذا الذي أراد الشيخ أن يوصله، واضح هذا الكلام؟ يبقى أصل الكلام وجاهدوا في الله جهادا، وحق ده نعت للجهاد، لكنه تقدم عليه وقام مقامه وأخذ إعرابه وصار الجهاد مضافا إليه. يبقى هنا عايز يريد شيخه أن يبين أن المصدر قد تقوم الصفة، قد تقوم صفته مقامه وتأخذ إعرابه، ده المراد، تمام؟ نعم، هنقول نائب عن المصدر في كونه مفعولا مطلقا، مش هنقول نائب عن المفعول المطلق، لا، لأنه هو يعرب مفعولا مطلقا، هنعرب حق إيه؟ مفعول مطلق. بس هو الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، إلا أنه قد يقوم مقام المصدر غيره، مثل صفته، مثل لفظ كل وبعض، مثل أشياء ستأتي إن شاء الله تعالى من خلال هذه الأمثلة. طيب ندخل على بعده. خطى البطل، لا شكل، أيوة تمام، أربع خطوات،
خطى البطل أربع خطوات. خطى فعل ماض، البطل فاعل، أربعة أعرب أربعة. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. ممكن نقول مفعول مطلق وخلاص ونقربه هكذا، ممكن نقول نائب عن المصدر في كونه مفعولا مطلقا، لأن هل أربع ده مصدر؟ أربع ده مصدر؟ لا ليس مصدر، والأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدر، فنقول فيه نائب عن المصدر في كونه مفعولا مطلقا. طيب نوع إيه؟ مبين للعدد، صحيح. يبقى نائب عن المصدر في كونه مفعولا مطلقا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طب وخطوات ده يبقى ايه؟ ده مضاف اليه، صحيح، مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. طب اللي بعده؟ نعم، التمييز بيكون تمييز العدد من 11 ل 99 تحت كده او فوق كده يعرب مضافا اليه. وتجوزا بيقول ان تمييز العدد من 3 ل 10 يكون جمعا مجرورا. هذا لا يعني اننا سنعربه تمييزا، لا، طالما قلنا جمعا مجرورا يبقى ايه؟ ما يبقاش تمييز. التمييز واجب النصب، احنا قلنا ايه؟ جمعا مجرورا، مجرورا يبقى معناها انه مش تمييز. لكن في العبارة هنقول تمييز العدد كذا وتمييز المية وما فوقها مضاعفتها جمعا مفردا، استغفر، جمعا مفردا مجرورا، يعني مثلا مئة عام، ألف سنة، ده بيكون مفرد مجرور. معنى انه مجرور ايه؟ انه مضاف اليه، لانه لو كان تمييزا لنصب. فالعدد من 99 من 11 الى 99 هو ده اللي يعرب التمييز بتاعه منصوب ويعرب تمييزا، ما تحته وما فوقه يعرب مضافا اليه. طيب اللي بعده؟ نعم، اعترف المتهم بذنبه اقرارا. طيب اعترف ده فعل ماض مبني على الفتح، المتهم فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر، بذنبه جر ومجرور مضاف اليه، الهاء مضاف اليه، اقرارا مفعول مطلق مبين للنوع، اعترف اقرارا. وممكن يكون هو يقصد التوكيد، يعني ايه بقى الموضوع؟ عايز يقول الشيخ ان ممكن يكون المفعول المطلق مرادفا له في المعنى، حتى في المعنى الاجمالي، يعني يقول قعدت جلوسا، القعود والجلوس يعني مترادفا في الجملة، وان كان ربما يكون في بعض الفروق الدقيقة بينهما، الا ان هو في الجملة القعود والجلوس واحد. فقعدت قعد ده الفعل، وجلوسا ده مفعول مطلق، ده نوع ايه؟ مؤكد لعامله، ده توكيد بالمرادف. هنا كذلك يقولون ان هو اعترفت اقرارا، فالاعتراف والاقرار يعني مترادفا في الجملة، يريد ان يوصل بهذا ان المفعول المطلق قد يكون من غير لفظ الفعل، لا يكون مرادفا له في المعنى، لا يكون من لفظه. هذا المعنى للشيخ يريد ان يوصله من خلال هذا المثال. فيعني عده مؤكدا لعامله ده الاظهر، الا ان يكون يعني قاصدا فرقا بين اللفظين فيبقى فعلا مبين للنوع زي ما حضرتك قلت. يعني إذا قصد التفرقة بين اللفظين لمعنى يقصده يبقى ده مبين للنوع، لكن إذا قصد إن ده مرادف لده يبقى ده مؤكد لعامله. طيب اللي بعده؟ أخلصت للعمل كل الإخلاص. أخلصت للعمل كل الإخلاص، أخلصت فعل وفاعل،
للعمل جر مجرور كل مفعول مطلق منصوب على بنت نصبيه الفتحة والظاهرة. ممكن نقول إن كل نائب عن المصدر في كونه مفعولا مطلقا. طيب الإخلاص مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. طيب إيه المقصود من هذا المثال؟ أن المفعول المطلق قد يقوم فيه لفظة كل مقام المصدر، يبقى كل وبعض من الممكن أن تقوم مقام المصدر وتعرب مفعولا مطلقا، ده المراد. طيب اللي بعده فهمي، فهمت الموضوع بعض الفهم. فهمت فعل فاعل، الموضوع مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، بعض مفعول مطلق صحيح، الفهم مضاف إليه. المراد أن كلمة بعض تقوم مقام المصدر في أنها مفعول مطلق وتأخذ إعرابه، يبقى كما قامت كل مقام المصدر قامت بعض مقام المصدر. طيب جزاك الله خير. بعده نعم، ونوع المفعول المطلق هنا نوع المفعول المطلق بعض الفهم، يبقى ده مبين للنوع. بعض كل اه لانه يبين ان هذا الفهم يعني فهما كاملا او فهما ناقصا. تفضل. لم اعاد الموضوع الا علاجا مدروسا. لم أعالج الموضوع إلا علاجا مدروسا. لم ده حرف جزم ونفي وقلب، يجزم الفعل المضارع، مضارع أعالج فعل مضارع مجزوم بلم، علامة الجزم السكون، الموضوع أعالج أنا ده ضمير مستتر تقديره أنا الفاعل، الموضوع إيه مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، علاجا أعالج علاجا أعالج علاجا ده إيه؟ أكيد مفعول مطلق صحيح، مفعول مطلق. طب لماذا لا يعرب مستثنا منصوبا؟ ليه؟ لأن ده استثناء مفرغ، والاستثناء المفرغ يعرب فيه ما بعد إلا على حسب موقعه في الجملة. مفرغ يعني إيه؟ يعني منفي ناقص. أحسنت بارك الله فيك. ناقص يعني المستثنى منه غير موجود صحيح، وهو مصدر بالنفي، ده معنى أنه منفي، فالمفرغ يعرب فيه ما بعد إلا على حسب موقعه في الجملة. لم أعالج الموضوع إلا علاجا مدروسا. مدروسا نعت لعلاجا منصوب مثله علامة نصبه الفتحة الظاهرة، يبقى ده نوع إيه؟ ده مبين للنوع. أحسنت بارك الله فيك، جزاك الله خير. بعده خبرا شكرا عليك. نعم صبرا شكرا إيه؟ صبرا شكرا عجبا. ماشي دي ايه؟ ماشي او يصبر صبرا، ممكن يصبر صبرا، صبرت صبرا على حسب الكلام. صبرا مفعول مطلق وشكرا وعجبا مثله. طيب يريد ان يقول ايه شيخ؟ ان المفعول المطلق قد يحذف عامله. صحيح، ان العامل الذي ينصب المفعول المطلق قد يحذف، وهذه امثله للمفعول المطلق المنصوب بفعل محذوف. طيب ده كلام جميل خالص، جزاك الله خير. نعم ايه نوعه مؤكد لعامله.
اصبر صبرا. لا نزلت اهلا، يعني نزلت او يعني بيقولوا ايه، اهلا وسهلا، نزلت اهلا مثلا، وحللت سهلا او كلام زي كده، ده اقرب للمفعول به. او صادفت اهلا ونزلت سهلا، ده اقرب للمفعول به منه لل، يعني ده هنا اصبر صبرا او شكرت شكرا مثلا او حاجه زي كده، فده مفعول مطلق ظاهر جدا ومفعول مطلق. على على اعتبار ايه؟ كيف نزلت؟ يعني اعتبار سؤال كيف؟ ما هو الكلام بس اهم حاجه، انا الاصل ان انا لا اغير بين الكلمتين اهلا وسهلا زي بعض، فكما ان المعنى صادفت اهلا انا برحب بيه مش بساله، انا بقول له انت ساعه ما نزلت صادفت اهلا، اهلك هم اللي قاعدين مستنيينك، ونزلت سهلا يعني نزلت مكانا سهلا او نزولا سهلا، فالحاليه هنا غير ظاهره. طيب تفضل. ايه سبحان الله، يعني كأن الأصل الكلام سبحت الله سبحانا مثلا، لكن هنا العامل محذوف، والعامل يعني هنا يعني لا يظهر، يعني أراد الشيخ أن يمثل بمثالين، مثال لما حذف العامل فيه جائز اصبر صبرا، ممكن يحذف اصبر، لكن في سبحان الله العامل لا يظهر، يبقى دايما هيكون المفعول المطلق اللي هو سبحانه ده محذوف العامل. فين؟ مع الإضافة، التنوين والإضافة لا يجتمع، سبحان الله مضاف ومضاف إليه، هل ينفع يكون في تنوين وإضافة؟ لا لا يصلح. هو اسم المصدر والمصدر في هذا الباب يعني شيء واحد من حيث الإعراب في المفعول المطلق، لا فرق، المصدر زي اسم المصدر في الإعراب في الانتصاب على المفعولية المطلقة، لا فرق بينهما. نعم حسب العمل قد يكون جائز أو غير جائز، مش واضحة. يعني هل في الكلام يرد سبحت الله سبحان مثلا او سبحانا؟ ما فيش في الكلام سبحت الله سبحانا، وانما انت دايما تسمعها سبحان الله، فالعامل هنا لا يظهر. ما هي حضرتك ده المقصود؟ تمام يا شيخ تفضل. هو طبعا دون يعني هذا الإعراب الذي معنا في هذا الموضوع، لكن ممكن تلاقي في بعض هذا الكلام خلافا، لا يمتنع أن أنت تلاقي خلاف وتلاقي ناس تانيين يقولون أقوالا أخرى، لكن إحنا أخذنا هذا القول هذه المرة، ممكن بعد كده تلاقي عالم تاني قال قولا ثانيا وعالم ثالث يقول قولا ثالثا، يعني هذا الاحتمالات النحوية عند النحاة كثيرة، لكن إحنا أخذنا النهاردة يعني وجها، ممكن بعد كده تسمع وجها ثانيا ثالثا، تحتاج بقى ان انت ترجح وتعرف يعني على اي اساس قال فلان هذه المقالة، وعلى اي اساس قال فلان هذا المقال هذه المقالة، وتحاول انت ترجح بقى تشوف من خلال الادلة. وانا كنت قلت قبل كده ان في علم اسمه علم اصول النحو، علم اصول النحو ده بيحط لك القواعد التي على اساسها ترجح بين الاقوال. طيب تفضل يا شيخ. هو حضرتك عليك الدور؟ تفضل. لبيك اللهم. طب ما عايز بس اسمع المثال على بعضه. لبيك اللهم إقامة على ايه؟ أي إقامة على إجابتك بعد إقامة. طيب
هو جملة أي إجابة دي جملة تفسيرية، هو يفسر لبيك. لبيك يعرب إيه؟ لبيك مفعول مطلق أيضا. طيب يعني كأنه منصوب بعامل محذوف، والظاهر أنه هو العامل ده لا يذكر، لا يذكر في الكلام، زي ما قلنا كده سبحان الله أن العامل واجب الحذف، فكذلك الظاهر أنه هنا كذلك. طيب وهذا المصدر اللي هو المفعول المطلق، هذا المفعول المطلق ملازم للتثنية، يأتي على صورة المثنى، يعني لبيك ده مثنى، مثنى في الظاهر، وكأن المراد يعني إجابة بعد إجابة. التثنية هنا لا يراد بها إجابتين فقط، وإنما يراد بها إجابة بعد إجابة. والتثنية قد تأتي في الكلام مرادا بها التكرار، لا يراد بها يعني مرتين فقط، وإنما يراد بها إحداث الأمر مرة بعد مرة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أو الكلام بيقول إيه؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني لا ترى في خلق الله سبحانه وتعالى أي خلل، فارجع البصر، انظر مرة تانية كده، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ هل ترى أي خلل أو نقص أو عيب؟ ثم ارجع البصر كرتين، هل يرد بالكرتين مرتين فقط؟ لا يرد، مرارا. إيه الدليل على هذا الكلام، على هذا الفهم أنه هو المراد مرارا؟ قوله: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني كليل متعب. هل البصر يتعب من نظرتين؟ تبص مرة والتانية وخلاص وتتعب؟ لا، ده انت عشان تتعب محتاج ان انت تنظر مرارا. فهذا معناه ان المراد التكرار مرة بعد مرة. وكذلك هنا في لبيك يبقى المعنى يا رب إجابة لك بعد إجابة. وهذا المصدر مأخوذ من قولهم لبى بالمكان يعني أقام، فده المصدر بتاعه. وكما قلت أنه هو ملازم لصيغة المثنى، وهذا المصدر لبيك مثاله أو مثله سعديك وحنانيك ودواليك وأمثلة كثيرة بهذا الشكل. حنانيك يعني يا رب تحننا بعد تحنن، يبقى ده طلب، طلب من الله سبحانه وتعالى. سعديك يعني إسعادا بعد إسعاد. دواليك يعني الأمر ده يعني يتكرر مرة بعد مرة. ده المعنى الذي يظهر لي يعني. ما هو العامل دون هيبقى يعني واجب الحذف. ننظر بقى في المعاجم، يعني مثلا كأن المراد إسعادا لك سعديك، مثلا لبى لبيت مثلا لبيك، يعني هو التقدير هيبقى فيه صعوبة شوية. كذلك سبحانه لا تحننا منك، ده هو بيطلب الحنان، التحنن من الله سبحانه وتعالى. أصل هو الكلام ممكن يأتي في غير سياق يعني الدعاء، يعني ممكن واحد يقول واحد حنانيك، يعني واحد مثلا انت داخل هنا مثلا لقيت واحد راح طالع فيك وبدأ يزعق، فقلت له حنانيك، واحدة واحدة بس بالراحة على نفسك شوي، دفعنا الكلام. فحنانيك يعني تحننا منك، هنا يعني الكلام هنا ممكن يحتمل أن يكون منك وممكن عليك، يعني هو على حسب السياق. طيب تفضل. طيب احنا هنعرف بقى صحيح لبيك اللهم لبيك، هو كان كده صح؟ يا لبيك كررها مرتين؟ مرة واحدة لبيك اللهم، أي إقامة على إجابتك بعد إقامة. لبيك مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. اللهم
ده نداء، أصل الكلام يا الله، يا الله ده يعني منادى مبني على الضم، والميم للدلالة على التعظيم، وهي أيضا عوض عن يا، يعني الميم دي اللهم، الميم اللي في الآخر عوض عن يا. طب ولماذا اختيرت الميم دون غيرها؟ لماذا؟ لمعنيين. المعنى الأول معنى التعظيم، لأن الميم كثيرا ما تأتي للجمع، فتأتي في حق الله للعظمة. وأيضا المعنى الثاني إن الميم تدل على الجمع، وكأن المراد هنا اجتماع القلب على الله سبحانه وتعالى، يعني عند الدعاء. فاللهم ده أصل الكلام، يا الله فاسم الجلالة، ده منادى مبني على الضم لأنه مفرد علم، والميم يعني حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لبيك اللهم أي ده بيسموه حرف تفسير، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إجابة لبيك أي إجابة، إجابة يعرب إيه؟ ها؟ لبيك اللهم أي إجابة أو أي إقامة، أي مكان إقامة ولا إجابة، المهم إقامة. إقامة ده تفسير للبيك صح؟ يبقى ده يعرب إيه؟ عطف بيان. اللي بعد أي بيبقى عطف بيان، من إما تلاقيه يبقى إقامة ده عطف بيان على إيه؟ على لبيك. عطف بيان يعني إيه؟ أنا عطفت إقامة على لبيك لأفسر المراد بلبيك، يعني إيه لبيك؟ فيأتي بهذه الكلمة تفسيرا للكلمة الأولى. يبقى أي إقامة، إقامة مفعول، إقامة ده عطف بيان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. على إجابتك جر ومجرور ومضاف إليه، بعد إقامة، بعد ظرف يعني كأنه ظرف زمان، إقامة ده هيبقى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. اللي بعده جاي لوحدها كده. هو على كل حال بقى سعديك ودواليك وحنانيك كله زي بعض. سعديك أي إسعادا لك بعد إسعاد، إسعادا هنا عطف بيان برضه. سعديك أي إسعادا، عطف بيان، عطف بيان. بعد أي بيبقى عطف بيان على طول. إسعادا يعني سعديك أي إسعادا. أما هو يفسر، يفسر المراد. وسعديك كما قلت إن المراد به ليس المثنى، المراد به التكرار. فهو إسعادا بعد إسعاد يقوم هذا المقام. كيف تقدر العام نقول العام تقدر المصدر؟ والله يعني مثلا إيه؟ مثلا اسعد مثلا سعديك، او اسعد سعديك على حسب المعنى. هو يعني العرب لم يقدروا، فلذلك تجد التقدير فيه كلفه ومشقه، فخلاص العرب لم يقدروا واحنا كان لن نقدر ونستريح. ممكن نعتبر لبيك وسعديك من الكلمات اللي بتعرف الاعراب المطلقه، هي ملازمه لهذا، هي على طول هتبقى مفهوم مطلق خلاص تستريح. ماشي شيخ تفضل. يا شيخ هو في حاجة تانية؟ أنا عديهم بقى كلهم خلاص، عديهم كلهم. هات ما هو تدريبات عامة على المفاعيل الخمسة. احنا كده خلصنا المفعول المطلق، نمر بقى على المفاعيل كلها من خلال هذا التدريب. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، إحسانا ده يعرب إيه؟
مفعول مطلق، وما عامله فعل مقدر تقديره أحسنوا، وكأن المراد وأحسنوا بالوالدين إحسانا. يبقى هذه الجملة جملة فيها تأكيد، لم يقل وأحسنوا بالوالدين خلاص، إنما قال وبالوالدين إحسانا. وجود المفعول المطلق أمارة على المحذوف، لأن المفعول المطلق لابد له من عامل، فهنا الحذف مع يعني إرادة هذا المحذوف اللي هو أحسن، وفي هذا توكيد يعني الأمر بالإحسان إلى الوالدين. يبقى إحسانا ده مفعول مطلق مؤكد لعامله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. تمام. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. أولاد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. خشية مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. كده خلاص فيش حاجة تانية خلاص. طيب هو يعني الشيخ مركز على الأسماء المنصوب معرب المنصوب، يعني ممكن تلاقي فعلا منصوبات بس هتلاقيها يعني مبنية. ده ضمير. احنا عندنا الضمائر تنقسم الى قسمين، يعني الضمائر المنفصلة تنقسم الى قسمين. الضمائر المنفصلة، منفصلة يعني ايه؟ يعني غير متصلة بكلمة بشيء قبلها، تنقسم الى قسمين، ضمائر رفع وضمائر نصب. ضمائر الرفع 12 ضميرا، وضمائر النصب مثلها. طيب عندنا 5 للمخاطب و5 للغائب و2 للمتكلم. أنا ونحن ده المتكلم، 2 هم، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن 5 للمخاطبة، وهو وهي وهما وهم وهن دول 5 للغائب، يبقى كده كام؟ 12. زيهم في ضمائر النصب بس هتدخل عليهم إيانا إياي وإيانا بدل أنا ونحن، إياي بدل أنا، وإيانا بدل نحن، وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، ده مكان إيه؟ مكان أنت وفروعه. وإياه وإياها وإياهما وإياهن، ده مكان إيه؟ هو وهي وهما وهم وهن. يبقى أنت هتدخل إيا على الضمائر، على هذه الضمائر 12. يبقى الفرق بين الضمائر المرفوعة المنفصلة المرفوعة والمنصوبة، إن المنصوبة فيها إيا في أولها، ومن الضمائر المنصوبة قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك ضمير، فبدل ما يقال نعبدك ونستعينك اللي هي الكاف كاف الخطاب، تقدم المفعول به فصار منفصلا، فالكاف دي لا تقع منفصلة، هتيجي الكاف لوحدها ينفع كنعبد وكنستعين؟ ما ينفعش، لابد أن تعتمد على شيء. إيه الشيء اللي هتعتمد عليه؟ إياه، فجت إياك وإياك حتى يكون هناك اعتماد. طب لماذا تقدم إياك؟ قالوا للحصر، لحصر العبادة والاستعانة يعني في الله سبحانه وتعالى، يعني لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى ولا نستعين بغيره. كيف شنو إياك العربية؟ حرف خطاب، وبعدين احنا ممكن ما نعربهاش لوحدها أصلا. إياك ضمير على بعضها، ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وبعضهم يعرب إيا لوحدها والكاف لوحدها، لكن الأصل إن احنا نعربها على بعضها. وبعدين احنا لسنا في درس نحو متخصص، يعني برضه ده درس على قد حالنا. اللي بعده
من حديث شريف نحن معاشر الأنبياء لا نورث. لا نورث؟ ده اللي أنا أضبطه. هل في رواية نورث أو لا؟ أنا لا أضبطها، أنا أعرف لا نورث. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. طيب نحن ده مبتدأ، ضمير مبني على الضم لا محل له من الإعراب، ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. معاشرة، أحسنت أحسنت بارك الله فيك، يبقى نحن معاشرة، معاشرة منصوب على التخصيص. طب والمنصوب على التخصيص ده بيبقى إعرابه إيه؟ مفعول به، مفعول به. يبقى هو منصوب على التخصيص، هو يعني مفعول به، يعني أخص يعني معاشر الأنبياء. وإحنا تقدم معنا في درس المفعول به الكلام عن التخصيص، وهو لهذا يذكرنا بما مضى. الأنبياء ده مضاف إليه، لا نورث ده لا حرف نفي، ونورث مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر، ما تركناه صدقة. طيب لا يعني اللي بعده، جزاك الله خير. تاني، ومن ينفق. طيب من هنا ديا شرطية جازمة تجزم في عليني، ما احنا عايزين فعل الشرط وجواب الشرط. ينفقي، انا كسرت القاف لالتقاء الساكنين، صحيح. ومن ينفق الساعات، كمل. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. صحيح، أول منصوب عندنا هنا الساعات، ينفق الساعات مفعول به، ساعات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مزيد بالألف والتاء. طيب مخافة ده المنصوب الثاني مفعول لأجله، لأنه يصلح وقوعه في جواب لما، لماذا ينفق الساعات في طلب الغنى؟ قال مخافة، يبقى مخافة ده مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. فالذي فعل الفقر. طيب خلاص جزاك الله خير. بعده، طيب وجملة فالذي فعل، هو الأحسن هنا ومن ينفق فالذي فعل الأقرب في الكلام الشرط، ومن يفعل كذا فالذي فعل كذا، ترتب شيء على شيء، الأظهر فيه أنه شرط. قد يكون الوجه الآخر يعني بعض الوجه، لكن المتبادر أنه هو شرط. من يبارك فيك. بعده، في حد هنا؟ ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، ده إيه؟ أسلوب إيه ده؟ أسلوب تعجب. يبقى أشبه فعل ماض، والليلة مفعول به، ده الذي يتعجب منه، ده مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، بالبارحة جر ومجرور. صحيح، جزاك الله خير. بعده، في حد تاني؟ تفضل شيخ حسن. أنت نجم في رفعة وغلائك. طيب تفضل، جزاك الله خير. أنت نجم في رفعة وضياء، كل ده مفهوش منصوبات خالص. تجتليك العيون شرقا وغربا، تجتليك العيون شرقا وغربا، أين المنصوب؟ العيون، لا تجتليك العيون، العيون
العيون فاعل. طب والكاف؟ الكاف هي دي المفعول، يبقى تجتلي ده الفعل والكاف مفعول به أول، والعيون ده الفاعل. شرقا ايه؟ ظرف ايه؟ ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وغربا معطوف عليه منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب نرجع تاني ولا كده في حد تاني من الناحية دي؟ هل بقي أحد في هذا الاتجاه؟ طيب خلاص نرجع تاني. يلا شيخ. ما لك والتطفل على أسرار الناس. ما لك والتطفل على أسرار الناس. ما لك وكذا، الواو دي هي واو المعية. ما لك وكذا يعني، ويعني دي واو المعية. يبقى التطفل مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. بعده. إذا انصرف نفسي عن الشيء لانتكت إليه بوجه آخر الدهر تقبل. آخر الدهر تقبل. إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد ها إليه بوجه إليه بوجه آخر الدهر تقبل. طيب تعال نمر على المنصوبات كده يا شيخ، تفضل. نفسي. طب قول تاني البيت كم مرة. إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد. كمل. إليه بوجه آخر الدهر تقبل. إليه بوجه آخر الدهر تقبل. تقبل عن الشيء جر ومجرور في محل زيد، عن حرف جر زيد في محل مصدر. لا. إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكن إليه بوجه آخر الدهر تقبل. آخر الدهر تقبل. هو منصوب واحد آخرة. آخر الدهر بدأ إيه؟ ظرف زمان. بس كده، ليس عندنا أي منصوب يعني من الأسماء المعربة غير هذا. جزاك الله خير. نعم. إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل. تقبل لم تكد تقبل آخر الدهر، يعني إلى آخر الدهر. فآخر هنا هيبقى تقبل هي هو الفعل الذي عمل فيه. والله أعلم. بعده. فصبرا في فصبرا في فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. صبرا الأولانية مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره يصبري. هو يخاطب نفسه، هو داخل في معركة فيصبر نفسه، وكأن المراد اصبري صبرا. بصبرا الأولى مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف تقديره اصبري. فصبرا في مجال الموت صبرا. صبرا تانية دي ايه؟ ما تكونش توكيد. هو الظاهر ان هو توكيد، الظاهر ان هو توكيد لفظي. يبقى ده توكيد لفظي لانه كرر الفعل مرتين او كرر المصدر مرتين. يبقى ده توكيد لفظي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لا ما يلزمش طبعا، لا يلزم. يقول فصبرا في مجال الموت صبرا،
فما نيل الخلود بمستطاع. طيب فما نيل الخلود بمستطاع في أي منصوب تاني؟ طيب بمستطاع، أليس بمستطاع؟ مستطاع ده هو خبر ما، ما الحجازي كأن أصل الكلام. فما نيل الخلود مستطاعا، ما نيل الخلود مستطاعا، ثم دخلت الباء الزائدة على الخبر فجرته لفظا مع بقائه منصوبا محلا. وانتم قد عرفتم ان خبر ما الحجازية وخبر ليس يكثر دخول الباء عليهما، يكثر دخول الباء على خبر ليس وخبر ما الحجازي فيجران لفظا مع بقائهما منصوبا محلا، منصوبين محلا. يبقى احنا عندنا هنا بمستطاع اصل الكلام، فما نيل الخلود مستطاعا، ثم ان الباء دخلت فجرته لفظا مع بقائه منصوبا محلا. يبقى هنقول ايه بقى؟ هنقول بمستطاع، مستطاع خبر ما منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ده اللي هنقوله عند الإعراب. طيب اللي بعده، بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها. أنا يعني عايز حضرتك توضح الكلام شوية. وقوف إيه؟ وقوف شحيح ضاع في الترب، ضاع في الترب خاتمه. واحدة واحدة بقى. يبقى تاني، بليت بلا ده إيه؟ ده مفعول مطلق مؤكد لعامله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة بلا. ماشي، إن لم بليت بلا. يبقى في حاجة أنا نسيتها، أنا ما خدتش بالي إن في الأطلال. يبقى كده أحسنت، جزاك الله خير. يبقى بليت بلا الأطلال، يبقى كده مبين للنوع، بليت بلا الأطلال، يبقى ده مبين للنوع. إن لم أقف بها، كمل. وقوف شحيح، وقوف ده إيه؟ أقف وقوف ده إيه؟ مفعول مطلق. وقوف شحيح ده نوعه مبين للنوع. ضاع في الترب خاتمه، خاتم ده ايه؟ انا عايز حضرتك تتكلم حتى لو غلط. صح كده، جزاك الله خير. يبقى خاتم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ضاع خاتمه، لا غلط، ده فاعل. استغفر الله، انا ايه اللي غلطني الغلطة الكبيرة دي؟ انت لخبطتني. جزاك الله خير. اللي بعده، لا بلا بليت بلا الأطلال. وقوف شحيح كلاهما مفعولان مطلقان، وخاتمه فاعل. اللي بعده، نعم، يعني كأنه يدعو على نفسه إذا لم يقف بالأطلال ويبكي محبوبته التي تركت هذا المكان، كلام زي كده يعني. كلام يعني لا يعنينا. احنا يعنينا الإعراب وخلاص. اللي بعده، تلا أخوك الآية حق تلاوتها. تلا حق، نعم، وحفظها أتم حفظ، وأداها أحسن أداء. الأمثلة الثلاثة دي قام
فيها غير المصدر مقام المصدر وأخذ إعرابه. في المثال الأول إيه؟ حق قام مقام التلاوة، ماشي، نائب عن المصدر في كونه مفعولا مطلقا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وأتم أيضا قام مقام المصدر في كونه مفعولا مطلقا، وأداها أحسن، أحسن قام مقام المصدر في كونه مفعولا مطلقا. فانتصب الثلاثة على المفعولية المطلقة، والمصدر اللي هو كان الأصل أن يعمل صار إيه؟ صار مضافا إليه. جزاك الله خير. بعده تلا أخوك الآيات، ده إيه؟ مفعول به، صحيح. جزاك الله خير. هو الشيخ كان مركز على المفعول المطلق فعدى الحاجات التانية. جزاك الله خير. بعده تفضل. اعتمدت على نفسي كل الاعتماد ونجحت بعض النجاح. يبقى كل وبعض كلاهما إيه؟ نائب عن المصدر في كونه مفعولا مطلقا منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. جزاك الله خير. في حاجة تانية منصوبات غير كل وبعض؟ طيب خلاص. جزاك الله خير. بعده اختفى القمر وراء السحاب. وراء نعم وراء ده ايه؟ بس في المفاعيل نقول مفعول فيه، باعتبار ان احنا شغالين كل شغلنا في المفاعيل النهارده، فنتقيد بالاسم. يبقى مفعول فيه ظرف. هو كان بيقول ايه؟ وراء ايه؟ يبقى مكان، ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. جزاك الله خير. بعده نعم وحوله، حول ده أيضا ظرف زمان مفعول فيه. وحوله إيه؟ ماشي. بعد كده كلام خلص خلاص. اللي بعده وقف الخطيب والشرفة ليراه من الهدى. أي يبقى مفعول معه، صحيح، منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة. بعده عندي إشكالية بس في اتفضل. هو المفروض في قاعدة بتقول إن هو جواب الإثبات ببلد، جواب الإثبات السؤال المثبت إجابته ببلد. لا مش صح، مش صح. أنا هو يقولون الاستفهام المصدر بالنفي، مش أي استفهام، الاستفهام المصدر بالنفي إذا أردت أن أجيب بالإثبات أقول بلى، وإذا أردت أن أجيب بالنفي أقول نعم. بس ده شرط إيه؟ أن يكون استفهاما مصدرا بالنفي. أليس كذا؟ ألم تفعل كذا؟ ألا مثلا فعلت كذا؟ يعني بيبقى في أول الكلام لا، لم، لن، ليس، أداة نفي. يبقى الاستفهام المصدر بالنفي إذا أردت أن أجيب عنه بالإثبات أقول بلى، إذا أردت أن أجيب بالنفي قلت نعم. وده في المشهور. طيب كده الإشكال ارتفع ولا ما زال بقيا؟ قفل وضوء ايه؟ يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن ابي وقاص وتوضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الصرف يا سعد؟ السرف؟ او الصرف؟ السرف. قال قفل وضوء صرف؟ قال نعم. فقفل وضوء صرف دي كان فيها اشكاليه معايا، هو الاجابه بنعم. قلت يعني ده غير مصدر بالنفي. طيب جزاك الله خير ونعرف فيك. بعده طب انا بس عايز يعني الكلام يبقى اوضح شويه، انا والله بسمع بصعوبه شديده، فيعني وضح كلامك على قد ما تقدر.
أطاب النفس. يعني إيه أطاب النفس دي؟ قول لي كده البيت يا شيخ. أطاب النفس. قول لي البيت تاني. هو كده؟ أطاب. هو كده أطاب النفس. أطاب النفس. هذا فعل ماضي. أطاب النفس أنك مت موتا تمنته البواقي والخوالي. أطاب النفس يعني أرضاها وأدخل يعني عليها السرور. أطاب النفس أنك مت موتا تمنته الخوالي البواقي والخوالي. هاتي شيخ المنصوبات. هذا شيخ أحمد. النفس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. مت موتا. موتا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. مت موتا موصوفا بكذا وكذا وكذا، يبقى نوعه ايه؟ مبين للنوع. مت موتا تمنته الخوالي البواقي والخوالي. تمنته البواقي. البواقي ده ايه؟ فاعل. والخوالي معطوف عليه. طيب اللي بعده. نعم صحيح. ايه الثقل؟ لا اصلا منقوص. منقوص اخره ياء. انا ممكن اقول بواقي صح؟ ممكن بس فيها ثقل. لكن اللي اخره الف هو ده اللي بيبقى مع التعذر، منع من ظهور التعذر. بعده. أيها الباهر أيها الباهر العقول فما تدرك وصفا. فما تدرك. فما هي مكتوبة بالياء. مش فاهم. فما يدرك وصفا. فما يدرك. فما يدرك وصفا. أتعبت فكري فمهلا. أيها الباهر العقول فما يدرك وصفا أتعبت فكري فمهلا. الباهر العقول. الباهر العقول. العقول مفعول به الاسم الفاعل منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فما يدرك وصفا. فما يدرك وصفا. فما يدرك. يدرك وصفا مفعول به منصوب. وصفا مفعول به ليدرك منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أتعبت فكري فمهلا. أتعبت فكري. فكري مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة المقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. صحيح. فمهلا أي تمهل مهلا. صحيح. فمهلا يعني تمهل مهلا. يبقى ده مفعول به مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره تمهل منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. جزاك الله خير. أحسنت. بعده. يدرك هو وصفا. رجع على الباهر العقول. أيها الباهر العقول فما يدرك هو وصفا. خلصت الأمثلة. طيب وإحنا كده نكتفي بهذا القدر. ويأتي معنا يعني ما بعد المفاعيل الخمسة في المرة القادمة إن شاء الله تعالى.